السلام عليكم اخوتي، مرحبا بكم تاني في فيديو جديد. سمحوا لي غبرت عليكم من بعد اللي حكيت لكم داك الفيديو ديال الاقصائيات اللي لعبنا في قريطره ديال المنتخب. الله ما وفقناش، ماشي ما وفقناش، الله الحمد لله. على كل حال اول تجربه ليا واول تجربه مع المنتخب، يعني كتجربه ليا انا فرحان بهذا الانجاز هذا، انك اول مره تشارك ويعني وتقدم واحد المستوى اللي مزيان، مع العلم ان هادو كاع دوك الدراري اللي عندهم المستوى زوين قالوا لك اسيدي ما كانش المستوى، ما عرفش هاد الناس هادو هاد المستوى اللي بغاو كي داير. المهم على اين الخوت، لواحد غيري تريني مزيان ويحاول يشارك في البطولات، هذا هو. وكما قلت لكم البنات انتم الدراري، حاول تخسر شويه على راسك، شويه ديال الفلوس على راسك، ديك راه الصحه ديالك وتطلع فيها وتريني مزيان، حيت هاد الرياضه هادي راه كتعرف شنو بغات. بغات شويه ديال الفلوس خسر فلوس على راسك، ما تزقرمش، ما حتى كتخسر فلوس على راسك وكتاكل مزيان، كتاكل ماكله نقيه، ما لي في صحتك راه كتكون عندك النتيجه، والنتيجه راه كتشوفها، النتيجه راه ديما كتجي بحال قلتي ما كتجيش دغيا، النتيجه راه كتجي مع المده. انت راه كيبان لك راسك راه ما كدير والو، ولكن راك غادي في المستوى. هذا هو المشكل ديال الدراري. دابا الدراري كيضرب شهرين كل شهر كيقول لك انا بغيت فورما. خويا صبر على الفورما ديالك، تتغدى تريني مزيان، قد البروغرام ديال الماكله ديالك، خسر على راسك شويه ديال الفلوس وراه غطلع الفورما ديالك، وغطلع الفورما في الزمنه، وخلي عليك دوك الفاشلين اللي ديما كيفشلوك، هذوك ما تسوقش لهم، حيت هذوك عطاهم الله وموجودين، ما بغاوش لك الخير. حاول تريني راسك نتايا، نهار كطلع فورما راه كتخلعهم، يعني ما كيحملوكش. الاغلب الاحيان كنشوف انا الدراري كيلوح شي تصويره ديالهم مزيانه باش تقول لي تبارك الله عليك اللهم بارك، انت كتقول لي شي هضره، لا شمن فورما هادي شمن فورما هادي. هذا هو المشكل في الدراري، وبالخصوص هادوك اللي يعني ديما كيكتبوا لك ديك الكومنتيرات ما كيوصلوش فين، حدهم ديك الباصه مساكن، والله يخليهم ديما بحال هكاك. وتحيه للدراري كاع اللي كيترينيو مزيان لونطريمون وكيطلعوا فريوسهم، ترينيو مزيان وديوها في الصحه ديالكم وشاركوا في البطولات، وتحيه لكم. وخليكم معايا باش نوريكم التمارين ديال الصدر ان شاء الله، اللي غنتريني التمارين اللي غتستافدوا منهم، يعني الاهم عندي انه يستافد الدراري اللي متبعيني وحتى البنات حتى هما. وتحيه لكم اخوتي.
بعض سي بعض سي بعض سي بعض سي بعض خوت كما شفتوا الفيديو الفيديو كان مزيان. تلاقيت مع واحد الدري صاحبي حتى هو شحال هذه ما درينت معاه وتسمع الفيديو حتى هو راه انا اللي رجعتو لونطريما حتى هو شحال قطع شحال هذه كانت عنده فورمه زوينه ولكن بس لونطريما ويلا رجع دابا وغنبدا معاه ان شاء الله بروغرام مزيان وغتشوفوا ان شاء الله النيفو ديالو كيولي. غير بالنسبه للتمارين اللي درنا اليوم راه قلت عليكم راه التمارين ديال الصدر حاول ضربنا الصدر الفوق ديال الصدر والجناب والوسط الوسط ديال الصدر بالنسبه للفوق راه باين لي ماشين كاع لي ماشين اللي ضربنا في لاصر راه كاينين في اي لاصر مشيتي ليه. وبالنسبه للوسط ديال الصدر الوسط ديال الصدر راه كيتخدم بالديسك حسن خدم بالديسك باش تحس بالموفمون يكون هو هذاك ماشي بحال لي زارتير يعني الا ما درتيش لي اكزرسيس هو هذاك يعني ما كتحس بالخدمه هي هذيك. المهم الخوت كما كنقول لكم وحتى نتوما البنات حاولوا تنوعوا في التمارين ديال الصدر حاولوا تنوعوا في التمارين كما اي تمرين كما اي عضله في الجسم ديالك ما كتعطيكش نحس بها ما كتزادش ما كديفلوباش نوع عليها في التمارين اللي كدير في الاول السيمانه ما كتعاودهمش في الاخر ديال السيمانه. وتبع البروغرام ديال الماكله ونعس مزيان وارتاح مزيان تريني مزيان. المهم هذا الفيديو هذا نتمنى يعجبكم الخوت وما تنساوش تابوناو ونشوفكم ان شاء الله في الفيديو الجاي ورا ان شاء الله جاي لنا لي فيديو مزيانين على حسب لي بروغرام ديال الماكله البروغرام ديال لونطريما. بالنسبه للدراري اللي كيسولونا على بروغرام ديال لاسيش ان شاء الله باش كنشد انا لاسيش وكان يعني وكنشارك به في لي كومبيتيسيون ان شاء الله غنجيب لكم بروغرام زوين وغتبعوه وان شاء الله يكون عندكم نيفو زوين والله يوفقكم وتحيه لكم وما تنساوش بارطاجيو هذا الفيديو هذا كاع للدراري وتحيه لكم الخوت وترينو مزيان ونشوفكم ان شاء الله في الفيديو الجاي.